أهلا بكم متابعين إلى موجز أخبار الآن في دقيقة. ترامب يدعو مجلس الأمن الدولي إلى تمديد مهمة فريق التحقيق الأممي بشأن استخدام أسلحة كيميائية في سوريا، وباريس تدعو إلى عدم إلغاء فريق التحقيق. وزير الخارجية الفرنسي يؤكد من الرياض أن بلاده قلقة من نزعة الهيمنة الإيرانية. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يزور فرنسا مطلع عام 2018. قمة تركية روسية إيرانية حول سوريا في سوتشي في 22 من تشرين الثاني نوفمبر. النظام السوري يقصف الغوطة الشرقية بالصواريخ العنقودية المحرمة دوليا. سنغافورة تعلق العلاقات التجارية مع كوريا الشمالية. ودراسة تقول إن الإفراط في تناول الكالسيوم يهدد سلامة العظام. ودراسة أخرى تقول إن تناول المكسرات يحمي من الإصابة بأمراض القلب. أكثر من 100 سيارة جديدة في معرض دبي للسيارات.